السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مجتمع واعي. مساك الله بالخير فواز. مساك الله بالخير لولو، يا مرحبا فيك، يا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام. اليوم مواضيعنا عديدة وإنجازات جديدة. نعم أكيد إنجازات جديدة تتحقق في هذه الفترة الفريدة والاستثنائية اللي نقاوم فيها فيروس كورونا، فكلنا متكاتفين ومتحدين باتجاه هذه المرحلة إن شاء الله، خاصة وأن مملكة البحرين والحمد لله قامت بتطبيق عدة إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار هذا الفيروس. وأكيد أن البحرين اهتمت بكافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، بالإضافة إلى التوعوية. البحرين بعد انتهجت مبدأ وسياسة لمكافحة هذا الفيروس تعتبر من أفضل السياسات والممارسات الدولية الخاصة بالتصدي لهذه الجائحة. فاصل ونرجع نواصل معكم. حياكم الله من جديد، ونبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، على ما تفضل به جلالته من إشادة بالنجاح الباهر والتجاوب منقطع النظير الذي أبداه أهل البحرين الكرام مع الحملة الوطنية في النخير. أكيد، وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن هذه الإشادة والتقدير السامي من سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تجعلنا أمام مسؤولية كبيرة بأن نضاعف الجهد والبذل والعطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا في أعمالنا والمهام المناطة بنا، وأن نكون عند حسن ظن سيدي جلالة الملك المفدى دائما، معاهدين جلالته بأن نبذل المزيد من الجهد ونواصل العمل بكل جد واجتهاد لخدمة مملكتنا الغالية. وفي خبر آخر، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن القرية التراثية التي أنشأتها وزارة الإعلام تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه، في إطار رعاية جلالته للجهود الوطنية الرامية لتطوير قطاع الإعلام باعتباره مرآة تعكس هوية الوطن ومنجزاته الحضارية، مؤكدا أن جلالة الملك المفدى هو الداعم الأول للجهود الإعلامية الإبداعية والتراثية في المملكة. وشدد سعادة وزير الإعلام على أن إنشاء القرية التراثية يسهم في إحياء العناصر المميزة من ثقافة البحرين وتراثها الغني، موضحاً أن القرية تهدف إلى احتضان كافة الفعاليات والمهرجانات الوطنية والخاصة، بالإضافة إلى إنتاج البرامج وفواصل التلفزيونية الخاصة بالموروث واستقطاب شركات الإنتاج المحلية والخليجية. خلنا نتابع الفيديو التالي وراجعين لاستكمال باقي فقراتنا. مشروع القرية التراثية الحقيقة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى الدائمة للاهتمام بالموروث الشعبي. تاريخ البحرين غني بهذا الأمر. هذا المشروع طبعا يأتي ضمن مشاريع وزارة شؤون الإعلام من ضمن برنامج عمل الحكومة، حكومة صاحب الجلالة الملك المفدى برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو ولي العهد، كانت داعم أكبر لهذا المشروع وتنفيذه بأسرع وقت. هذا المشروع تم الإشراف عليه من خلال فريق بحريني مختص ومهتم بالتراث وبالموروث الشعبي. تم تنفيذ هذا المشروع خلال 180 يوم، شارك فيه أكثر من 300 عامل، اشتغلوا على مدار الساعة 24 ساعة
عبر مجموعات تتناوب للانتهاء من هذا المشروع. طبعا هذا المشروع استثماري لابد الاستفادة منه على المدى البعيد. كان من المؤمل افتتاح هذا المشروع في نهاية فبراير، ولكن نظرا لهذا الظرف الاستثنائي اللي مر فيه العالم تم تأجيل افتتاح القرية التراثية، وبإذن الله تعالى بعد انقضاء هذا الظرف سوف تفتتح هذه القرية بشكل رسمي وللجمهور للحضور ومشاهدة هذه المباني التي تعكس تاريخ البحرين. الحقيقة كلنا نفتخر فيه. طبعا مثل ما تشوف المباني هذه فيها تنوع لمراحل معينة مرت فيها البحرين، سواء المدارس أو المستشفيات أو المساجد أو الأسواق الشعبية اللي موجودة فيها. ما يميز هذه القرية، مكونات هذه القرية، مساحة القرية هي أكبر بكثير من القرى اللي كانت مؤقتة للتصوير ولمواسم معينة. هذه قرية فيها إمكانيات كبيرة وتحتوي على الكثير من المكونات اللي يحتاجها أي منتج إعلامي. طبعاً ما في شك هذه مرحلة أولى لمدينة الإنتاج الإعلامي. القرية التراثية الآن جاهزة للافتتاح، وإن شاء الله مثل ما قلنا راح تفتتح بإذن الله تعالى بعد انقضاء هذا الظرف الاستثنائي. راح تتاح لشركات الإنتاج للعمل فيها، وراح تتاح لكل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لإقامة فعاليات ومهرجانات تعنى بالموروث الشعبي. مشروع القرية التراثية هو مشروع ضخم يضم مباني معمارية بطابع تراثي وزخرفة مستمدة من الأصالة البحرينية في موقع هادئ يقع في رأس حيان يتمتع بالخصوصية وبواجهة بحرية وشاطئ ممتد لم يمسه العمران. فيها المساجد التراثية الكبيرة والصغيرة والمدرسة المطابقة لتصميم مدرسة الهداية الخليفية وواجهة قلعة سلمان بن أحمد الفاتح، ثم المستشفى القديم والأحياء السكنية القديمة ببيوتها المتنوعة باختلاف الحقب الزمنية. بالإضافة إلى العين والمزارع، وتأتي في واجهة القرية ساحة ضخمة لإقامة الفعاليات وسوق شعبي والمبنى الإداري بتصميم مطابق لباب البحرين. ستكون هذه القرية مكاناً قابلاً لتصوير المسلسلات والأفلام مع شركات الإنتاج المحلية والخارجية، وكذلك لإقامة المهرجانات والفعاليات. وستتيح القرية أوقاتاً مخصصة للمواطنين والمقيمين في المملكة لزيارتها للاستمتاع بأجوائها. قرية البحرين التراثية أصالة محفوظة وتاريخ يتجدد. مشاهدينا، ننتقل معكم إلى زميلي فواز اللي راح يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكرا للورع. نعم مشاهدي الكرام، راح نستعرض معكم في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الجمعة الثامن من شهر مايو 2020. فقد بلغت الحالات القائمة 2369 حالة، ووضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 2367 حالة، فيما يبقى شخصين تحت العناية لنتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافون فيبلغون 2027 متعافي. الوفيات 8 حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوى.
الألوان. وقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 170 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الجمعة في مملكة البحرين رصد 205 حالات جديدة بفيروس كورونا، منها 138 حالة لعمالة وافدة و67 حالة لمخالطين وتعافي 27 حالة. هذا كل ما لدي، وعودة بالتأكيد للزميلة لولا. شكرا فواز، الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. حياكم الله من جديد، وننتقل الآن مشاهدينا إلى الزميلة مريم بوكمال وبرنامج أنت في البيت. مساك الله بالخير مريم، وتفضل الكلمة عندك. مساء النور والسرور فواز ولولو وجميع متابعي مجتمع واعي، نحييكم من برنامج أنت في البيت. في نص الشهر جوائزنا غير، نقدم لكم كل الخير. اليوم يوم جديد، يوم فيه العديد من الجوائز والرابحين، فخلكم لبيوتكم ملازمين وطبقوا مبدأ التباعد الاجتماعي مع تحميلكم لتطبيق مجتمع واعي. الفرصة متاحة لكسب 1000 دينار، فخلكم في البيت وتابعونا. إذن مشاهدينا توكلنا على الله، والحين راح ناخذ البيت الأول ونشوف هل هم قاعدين وملتزمين في البيت عشان يحصلون الألف دينار. وأذكركم إذا حابين تشاركون في البرنامج ما عليكم سوى تحميل تطبيق مجتمع واعي والتسجيل فيه علشان يتم اختياركم إن شاء الله في السحب العشوائي اللي يتم يوميا قبل البرنامج. أروح للبيت رقم واحد، توكلنا على الله وإن شاء الله يكونوا موجودين في بيتهم. Calling. No. البيت رقم اثنين. رنجين مستعدين؟ يعني أنا أحس أنا أتوتر أكثر من المتصل. ما هذا؟ صك تليفون في وجهي؟ لا أجين ولا شنو؟ طلع أندد ولا شنو يوسف؟ لا اللي بعده؟ أكو اتصل اتصل. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ معك مريم بوكمال من برنامج أنت في البيت من تلفزيون البحرين. يا هلا ومرحبا فيك أخوي، تعرفني باسمك؟ مريم بوكمال، إنني مريم بوكمال. أخي العزيز عرفني على اسمك. هلا هلا هلا. هلا بيش.
اخوي تعرفني باسمك؟ باسل علي. باسل شلونك؟ الحمد لله. باسل تم اختيارك في برنامج انت في البيت، عندك فرصة تكسب 1000 دينار اذا اثبت لي انك في البيت. ابي اكد لك ان اثبات وجودك في البيت ما يعني الزامك بتصوير البيت او اقتحام لخصوصيتك. في حالة رغبتك عدم التصوير ارجو منك تشغيل الكاميرا وتصوير رقم البيت وارسال اللوكيشن حالا يا باسل. اختيار عندك. اوكي انا بطرش اللي هو اللايف لوكيشن. ايه بس لازم تصور لي رقم البيت. اوكي. بالفيديو كول. ثواني بس عم بطلع برضه. انت في البيت منك صح؟ ويا الاهل. ما هذا الجواب ده؟ اهلا يا باسل. هلا. هلا والله. ما تشوف رقم البيت ظلام. كم؟ كم؟ ما يبين ممسوح صار. ما يبين زين قولي كم؟ كم؟ بس شي اقل ضوء. يلا يا باسل. حلو. الله ينور عليك دنيا واخره ان شاء الله مثل ما نورت الشاشه. يلا. نشوف باسل. رقم البيت 406 وهذه هو رقم الطريق. باسل هلا. قاعدين في البيت ولا طلعتوا اليوم؟ لا في البيت. ما رحت مني منك؟ فتحوا المحلات؟ ايه. ما طلعت؟ لا ما طلعت. زين كفو عليك يا باسل، انتظرك تطرش لي لايف لوكيشن حق اثبت لك الألف دينار. اوكي. شكرا يا باسل والف مبروك. مع السلامة. مع السلامة. اذا باسل أول الفائزين في برنامج أنت في البيت، راح نكون متواصلين معاكم ولكن في فترات جاية، والحين نرجع لبرنامج مجتمع واعي مع الزملاء فواز ولولوا. يعطيك العافية زميلتنا العزيزة مريم، وألف مبروك لكل الفائزين من أول يوم رمضان لغاية اليوم. أنا تعجبني مقدماتك مريم اللي فيها سجع وفيها شعر وفيها أبيات شعرية. والله شايف فعلا والله المقدمات متعوب عليها جدا. أيوة لو كل يوم بعد كل يوم مقدمة جديدة. اللي يعجبني أكثر لولو التزام أهل البحرين بوجودهم في البيت، ما قد مرة اتصلوا حق أحد وقال أنا برا على البيت. أنا قلت لك فواز مريم راح تتعب معاهم، البحرينيين ملتزمين وهم شعب واعي وإحنا نعول على هذا الوعي بالضبط. نعول عليه وإحنا المتمسكين فيه. كل هالجهود اللي قاعدين نشوفها ويوميا قاعد نذكر لكم اللي في الصفوف الاولى شلون قاعدين يتعبون، اللي في وزاره الداخليه شلون يتعبون، وكل يوم ناخذكم في رحله افطار مع شخصيه من الشخصيات اللي في الصفوف الاولى عشان نذكركم بان مثل ما انتم تاكلون فطوركم مع اهلكم، مثل ما انتم مرتاحين في بيوتكم، يمكن تكونون زهقانين، يمكن تكونون متمللين، شيء طبيعي، لكن بصحه، لكن انتوا بصحه وعافيه، وغير كذي كل شيء متوفر لكم. الصفوف الاولى ترى ما ترد البيت ولا تشوف عيالها، فاحنا نعول على وعيكم، نعول على وعي هذا الشعب يا فواز. تاريخ البحرين من سنين وبنين معروف عنه الالتزام والوعي والثقافة العالية، وتاريخ البحرين لو بنتكلم عنه تاريخ البحرين عريق جدا، وتاريخ الصحافة عريق جدا أيضا، يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. اليوم صحافتنا الوطنية تتمتع بسقف كبير جدا من الحرية، أكد عليها دستور البحرين، ولها أيضا دور في تنمية المجتمع، وتمثل حلقة الاتصال ما بين المواطن وما بين الجهات الرسمية، بالإضافة لدورها الكبير في إثراء الحركة الفكرية والثقافية في المجتمع وتعزيز حتى القيم الوطنية. بالفعل يا فواز، يعني فعلا المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى الله يحفظه أرسى قواعد ثابتة وقيم واضحة عشان تكون صحافة اليوم داعمة ومساندة لتطوير المملكة في كافة المجالات. والاحتفال بيوم الصحافة البحرينية يأتي في هذا العام في ظروف استثنائية مثل ما احنا عايشين. بالضبط، هي ظروف تحتاج التعاون في كافة القطاعات، ومنها أكيد القطاع الإعلامي بشكل عام وقطاع الصحافة بشكل خاص. خلينا نتابع معاكم مشاهدينا تقريرنا التالي وراجعين لكم بالتأكيد في برنامج مجتمع واعي. إلى ثلاثينيات القرن الماضي يعود تاريخ الصحافة في مملكة البحرين في حقبة كانت فيها الكلمة نادرة والانتشار ضرب من الخيال. كانت البداية مع جريدة البحرين، لتتوالى بعدها الصحف والمطبوعات التي بلغت 115 صحيفة ومجلة.
ضمن أطر زمنية ميزت كل حقبة منها لتعاصر المتغيرات الإقليمية والدولية والحروب التي شكلت وجه العالم وحركات التحرر والاستقلال بانية لها رصيدا من الشهرة عززته رصانة الفكرة ومهنية السرد ورصيدا من الأسماء ممن مهدوا الطريق لأجيال تالية ورسموا ملامح مدرسة صحفية وطنية متفردة. استمر البناء على مدى سنوات القرن الماضي بحريات ومسؤوليات متفاوتة حتى جاء المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله لتتمتع الصحافة البحرينية بسقف كبير من الحرية أكد عليها دستور مملكة البحرين، مما أدى إلى أن تأخذ دورها في تنمية المجتمع التي هي مرآته وتمثل حلقة الاتصال بين المواطن والدولة وما يجري من أنشطة وفعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية، ولتؤدي دورا حيويا بارزا في إثراء الحركة الفكرية والثقافية في المجتمع وتعزز القيم الوطنية. تحظى الصحافة البحرينية بدعم واسع من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كيف لا وقد وجه حفظه الله لاعتبار الصحافة سلطة كاملة الصلاحيات، بالإضافة لتخصيص يوم للصحافة مع كل امتياز تضيفه الإشادة الملكية للصحافة الوطنية. كما تحظى الصحافة البحرينية بدعم سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، حيث تضع الحكومة معايير الشفافية والالتزام موضع التنفيذ من خلال الانفتاح على وسائل الإعلام والتعامل بإيجابية مع كل ما يطرح في الصحف من قضايا وموضوعات وطنية. مسيرة صحفية يفخر كل منتسبيها بما حققته على مدى سنوات، وفي ظل هذا التاريخ من العمل الصحفي المتزن والمسؤول والدعم الكامل للصحافة وحريتها ودورها الوطني ومسؤولياتها النهضوية والتنموية. صحافتنا البحرينية مشاهدينا الكرام دائما في صف الوطن والمواطن، وهي صوته وهي أرث الحضاري، ونجاح البحرين يقاس بنجاح تجربتها الصحفية والإعلامية، ولله الحمد صحافتنا اليوم في أفضل صورها وفي أفضل مراحلها. صدقت يا فواز، يعني من أيام عبد الله الزايد ما شاء الله صحفنا سواء كانت أخبار الخليج ولا الأيام ولا البلاد ولا الوطن ولا حتى الصحافة الصادرة باللغة الإنجليزية، هذه الصحف اليومية تعتبر قامات وأعمدة يعني فعلا تبين تقدمنا وتحضرنا وثقافتنا. بالتأكيد يعني سعيدين لأن نحتفل في كل جندي مجهول، في كل صحفي، في كل عامل في هذا القطاع المهم. أكيد وأكيد يسعدنا أيضا أن نحتفل ومبارك للأستاذة عهدية أحمد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية اللي راح تنضم لنا عبر سكايب. مساء الخير أستاذة عهدية، يعني شو تحبين تقولين في هذه المناسبة؟ نعم أستاذة عهدية، أولا كل عام وأنتم بخير زملائي الإعلاميين اللي قاعدين يقدمون هذا البرنامج، فريق العمل على برنامج مجتمع واعي، كل عام وانتم بخير وانتم خير الصحفيين اللي تمثلون البحرين، الله يحفظكم ويخليكم. احب ابدا طبعا ان اوجه الشكر والتقدير لجلالة الملك الله يحفظه. احنا تحت قياده جلالة الملك نقدر نقول ان صحافتنا بخير، صحافتنا تحت ظل رجل يؤمن بها، رجل يثق فينا، فإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظن جلالة الملك، والكلمة اللي وعدناها بقى نكون قد الكلمة هذه، ودوم نحافظ على بلدنا وعلى اللحمة الوطنية وأمن واستقرار بيئتنا. شكر وتقدير خاص أيضا لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. هالسنة احنا بنفتقد الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية بسبب الكورونا، وكثير من الصحفيين أكيد كانوا يتطلعون إلى هذا اليوم لأن جائزتك تسوى عندهم كثير من الأمور، جائزة يتنافس عليها الصحفيين والإعلاميين، كتاب الأعمدة، تحقيقات، كتاب الرأي يتنافسون عليها لأنها حافز لهم أنهم يبدعون أكثر.
صاحب السمو سمو ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. إن شاء الله نكون كصحفيين وإعلاميين عند حسن الظن العمل الجبار اللي قام فيه فريق البحرين وكلنا فريق البحرين. البحرين كلها تشهد أنه تحت إشرافك وبقيادة سمو ولي العهد النائب الأول سمو رئيس الوزراء، البحرين حتى الآن رافع رأس البلد، رافع رأس الشعب كله في طريقة تناولها مع موضوع جائحة الكورونا. فإن شاء الله كلنا نكون عند حسن الظن. زملائي الصحفيين والإعلاميين كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. يا رب يا رب السنة هذه الكورونا تعدي ونرجع إلى فعالياتنا كلها، فعاليات التدريب، التعاون اللي كان عندنا مع دول أخرى، كان عندنا تعاون مع مؤسسات إعلامية، مؤسسات تدريبية أخرى، إن شاء الله كلها راح ترجع وإحنا موافقين راح ترجع، لأن وضعنا واضح إنه بالتعاون اللي موجود ما بين جميع السلطات جميع المواطنين، فوضعنا وضع شيء نفتخر فيه وإن شاء الله تعدي على خير. أقول لكم شيء، أن أنتوا فخر للبحرين وأنا أفتخر أن أكون على رأس هذه الجمعية. إن شاء الله أكون عند حسن منكم وإن شاء الله يا رب أقدر أقدم أكثر لزملاء الصحفيين والإعلاميين. طموحاتنا آمالنا كثيرة ولكن إحنا واقفين تحت قيادة جلالة الملك ويعني تحت مظلة بلد تؤمن بحرية الصحافة وحرية التعبير. كل آمالنا وطموحاتنا وأمنياتنا راح تتحقق. كل عام وأنتوا بألف ومليون خير. وإحنا أيضا باسم الزملاء الصحفيين وكافة الكتلة الصحفية والجسد الصحافي والإعلامي في البحرين نقول لك كل الشكر والتقدير لك الزميلة والأستاذة العزيزة عهدية أحمد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية على هذه الكلمة المعبرة. الصحافة البحرينية لولو الحديث عنها يطول. أكيد. قبل شوي كنا نتكلم عن مئوية التعليم وبعدها أيضا الصحافة قريبة جدا من المئوية، ولكن خطت الصحافة البحرينية خطى كبيرة جدا وشاسعة في المجال الصحفي، والأستاذة عهدية شهدت فيها مجروحي جمعية الصحفيين بقيادة سيدة فاضلة امرأة إعلامية إن كلها كل التقدير والحب والاحترام على جهودها ومقدمتها لجمعية الصحفيين والزملاء الإعلاميين. بالفعل، ومثل ما تفضلت الأستاذة عهدية هي نسبت كل هذه الفضل لصاحب الجلالة الملك. بالتأكيد. هو اللي عطى يعني الدعم. جلالة الملك الله يحفظه قال أن الصحفي لا يحبس. صحيح. يعني فإحنا مضمونة لنا الكلمة، إحنا نعيش في عصر ديمقراطي من حقنا. يعني أنت فواز تكتب مقال ما شاء الله عليك متميز فيه، وأيضا إحنا هني نشتغل في الإعلام فعندنا أدوار متبادلة. الصحافة لا تنفك أبدا عن الإعلام الرسمي، وهذه ما أكد عليه وزير الإعلام في كلمته بمناسبة يوم الصحافة البحرينية. بالتأكيد. وإذا ذكرت الصحافة البحرينية يذكر مؤسسها عبد الله الزايد، وتذكر أيضا الصحف البحرينية والمجلات الدورية التي أصدرت في ذاك الوقت، وبالتالي أصدروا لنا هذه الصحافة الجميلة جدا والمبدعة والمبهرة في عطائها وفي مضمونها أسماء لصحفيين لهم من العراقة في الكتابة. أيضا من جانب مشرق آخر، المرأة البحرينية كانت متواجدة في الصحافة البحرينية منذ نشأتها في السابق في ذاك الوقت في الثلاثينيات من القرن الماضي، أثبتت جدارتها وكفاءتها، وإلى اليوم المرأة البحرينية تعطي في هذا المجال. بالفعل. وأيضا إذا تكلمنا عن جائحة كورونا، لعبت الصحافة دور مكمل للإعلام، وهذه الدور اللي لعبته خلت الثقة في المؤسسات الحكومية تزيد. هذه الثقة يسمونها تراست، يعني الثقة أو الثقة السياسية، زيادة الثقة السياسية يا فواز تأثر على كل مناحي الحياة حتى على الاقتصاد، وهذا اللي وصلنا له، وهذا اللي كشفت عنا الدراسات الحديثة اللي سووها في هذا الجانب. فإحنا نقول إن الإعلام في البحرين بشكل عام، سواء الإعلام الرسمي أو حتى الصحافة، يلعبون دور مهم في هذا المجتمع، ومن حقنا إن إحنا نفتح وعريق جدا. بالتأكيد. فاصل راجعين لكم مشاهد الكرام، خلكم معنا في مجتمع واعي. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ الأمومة؟ لهفتي وسعادتي وأنا أشوف ولدي يكبر قدام عيوني. لكن لهفة وسعادة أي شخص ممكن تنتهي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا مخالد وهذه طفلي الأول، وبالعادة الأطفال ما يكون عندهم إدراك كافي لحمايتهم، واجبنا إحنا نحميهم. حياتهم حق، عاملها كأنها حياتك.
مشاهدينا، في حديثنا عن يوم الصحافة البحرينية والإعلام والجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، لعبت الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية دور كبير في التوعية اللي هي محور رئيسي في مواجهة فيروس كورونا. أكيد فواز، والإعلام الأمني سخر كافة أدواته الأخبارية من خلال شراكته الفاعلة مع الإعلام، ونشوف جهودهم المتواصلة معنا من خلال برنامج مجتمع واعي. وبالفعل يعني نشوف النقل المباشر يوميا وعمليات التطهير على طول قاعدين ننقلها لكم أول بأول من خلال برنامجنا برنامج مجتمع واعي، وأيضا نشوف ابتكار أساليب حديثة غايتها وصول الرسائل التوعوية بصورة أكثر سرعة ووضوح. خلنا نتوقف معاكم مع هذا التقرير مشاهدينا الكرام اللي يستعرض الجهود اللي تقوم بها الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية. خلنا نشوفه ونرجع نعلق عليه. جهود كبيرة تقوم بها كوادرنا في الصفوف الأمامية ما كان لنا أن نعرفها لو لم تنقلها عدسة الكاميرا أو جاء ذكرها بقلم كاتب. فضمن منظومة متكاملة من الأداء لمختلف إدارات وزارة الداخلية، تعمل الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بتسخير كافة أدواتها الإخبارية وقدراتها المتميزة في إيصال المعلومة الصحيحة واستمرار التواصل مع المواطنين والمقيمين لإطلاعهم وتثقيفهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وإلى جانب رسائله في جميع وسائل الإعلام، حرص الإعلام الأمني على ضمان وصول الرسائل الإعلامية بشكل أكثر وضوحا وسرعة للعمالة الوافدة عبر تطويع التكنولوجيا وابتكار أسلوب توعوي فاعل من خلال الطائرات المسيرة. محترم كاركون، اپنی حفاظت کے لیے بازاروں، پبلک مقامات پر دوسروں کے ساتھ ہمیشہ کم از کم 1.5 میٹر کی دوری رکھیں اور بھیڑ والے علاقوں اور جگہوں میں جانے سے گریز کریں. اپنی رہائش گاہوں میں سیفٹی ہدایات کا ہمیشہ خیال رکھیں اور ان پر عمل کریں، اور خلاف ورزی کے بارے میں رپورٹ کریں. آپ کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. جنرل ڈائریکٹریٹ آف میڈیا اینڈ سیکورٹی کلچر کی نیک خواہشات. مركز الاعلام الامني يعمل على مدار الساعة من أجل توصيل الرسالة الإعلامية الأمنية بشكل دقيق وسريع في كل الظروف. ومع هذه الأوضاع الاستثنائية ومواكبة للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، تأتي رسائل الإعلام الأمني المتنوعة المبنية على التواصل الفعال مع المواطنين والمقيمين عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لتؤكد على التوعية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الوباء. بالإضافة لدوره في نقل الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية ومواجهة الشائعات، يقوم المركز الإعلامي برصد أحدث الابتكارات والإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا والحد من انتشاره، وتحليل ودراسة كافة المعلومات وإعداد آليات الرد والتعامل مع المتغيرات لتكون دائما يد العون في سلامة المجتمع والوطن. طبعا مشاهدين، الحديث اكثر عن هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا عبر الهاتف الاستاذ انور عبد الرحمن، رئيس تحرير ورئيس مجلس اداره اخبار الخليج. مسي عليك بالخير استاذ انور، ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. خير يا سيدي الكريم. يا مرحبا استاذ. الاعلام الامني يعتبر يعني الواجهه الاعلاميه لوزاره الداخليه، وبات يستخدم كل الأدوات الإعلامية في نقل رسالة إعلامية واضحة ومركزة وذات مصداقية. كرئيس تحرير لصحيفة أخبار الخليج، كيف ترى حضور الإعلام الأمني وتواصله المجتمعي؟ بلا شك أن مركز الإعلام الأمني يعتبر هو الجهة والواجهة الإعلامية لوزارة الداخلية، وبالتالي فهو يعتبر واحدة من النوافذ الهامة التي من خلالها تطل الوزارة على المجتمع وتتواصل معه ومع تطور وسائل ووسائل الاتصالات وتنوعها. فإن المركز لم يعد هو فقط المصدر الرئيسي لتزويد كافة الوسائل الإعلامية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات، وتزويد الوزارة وجميع مؤسساتها بالأخبار والمعلومات التي يتطلبها، وإنما تحول أيضا إلى لاعب أساسي في الساحة الإعلامية المحلية وخارجها. نعم. لم يعد خافيا
على المتتبعين للأنشطة الإعلامية في الساحة المحلية وخارجها إن هذه الساحة تعجب اللاعبين ومن مختلف الاتجاهات والتوجهات بل والأهداف أيضا، وبالتالي فإن وجود مصدر يمثل جهة حكومية ذات أهمية كبيرة جدا فيما يتعلق بالأمن الوطني والمجتمعي وهي وزارة الداخلية يعد في غاية الأهمية والضرورة أيضا. صحيح أستاذ أنور، يعني أيضا هناك شراكة واضحة ما بين الصحافة المحلية والإعلام الأمني تتعلق من الأهداف في إبراز جهود وزارة الداخلية ودورها المتميز في تعزيز الأمن والاستقرار، ماذا حققت بالتحديد هذه الشراكة؟ دور الإعلام الأمني لم يعد مقتصرا على إبراز وإظهار أنشطة وزارة الداخلية وإداراتها أي أن هذا الإعلام ليس كما النشرة الداخلية التي تصدرها العديد من المؤسسات والشركات، وإنما هو بالفعل أداة إعلامية مجتمعية متخصصة في التثقيف الأمني وغيره، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يلتقي دوره مع دور الصحافة المحلية في هدف رئيسي وهام جدا وهو حماية المجتمع بالدرجة الأولى، ومن ثم الدور التثقيفي في مجالات الأمن والسلامة والمصلحة الوطنية. لذلك نرى أن الإعلام الأمني والصحافة المحلية يكملان بعضهم البعض. نعم أستاذ أنور، أيضا هناك سؤال ذو شقين، الشق الأول يعتمد على مدى إثبات إعلامنا الوطني تماسكه وقدرته على تعزيز الروح الوطنية، هذا الشق الأول، وأما الشق الثاني فموقع الإعلام الأمني في هذه المنظومة. لا يساور أحد أدنى شك في أن وسائل الإعلام في البحرين أثبتت للقاصي والدامي إنها واحدة إن لم تكن أهم وسيلة وأداة تمكنت من زرع وتعزيز الروح الوطنية لدى المواطن البحريني، وأثبتت حضورا متميزا خلال مختلف الأوقات والمحطات التي مر بها قطارنا الوطني، فهي في الوقت الذي عملت فيه على حماية وتسييج الوعي الوطني ضد كافة أشكال التزييف والتحريض بكافة أشكاله وأخطرها بالطبع التحريض الطائفي الباطن، بالضبط. فإنها تصدت لكافة الهجمات الشرسة التي قام ويقوم بها الإعلام الخارجي المدعوم من قوى ذات أهداف جيوسياسية في البحرين. كما تعلمون أن البحرين تعرضت خلال العقود الأخيرة منذ سبتمبر 94 بالتحديد من القرن الماضي وبداية العقد الثاني من القرن الحالي لتهديدات داخلية وخارجية خطيرة تطلبت حشد مختلف القوى للتصدي لها، ونحن في الصحافة البحرينية وخصوصا في أخبار الخليج كنا دائما نرى الحقائق أسرع من غيره. أستاذ أنور؟ نعم أستاذ أنور، في هذا السياق بالتحديد، يعني قبل أن أذهب إلى السؤال الآخر، هناك نوعين من الإعلام، إعلام مدعوم وفق أجندة معينة من دول معادية، وأيضا هناك إعلام مدفوع الأجر، كيف ترى أيضا دور الإعلام الأمني في هذا السياق؟ أنا أظن أن إحنا نمر الآن في فترة متقدمة إعلاميا، وهنا أنا أتحدث بالذات عن الصحافة، بحيث عندنا أقلام عندهم القدرة والفكر والمنهج العقلي في كيفية كتابة المقالة. صحيح. بمعنى نحن نريد مزيد من الحرية
وأحدد مزيد من الحرية حتى نستطيع أن نخدم الأمة، سواء من خلال تعاوننا مع وزارة الداخلية أو من خلال اجتهادات شخصية وذاتية من أصحاب الأقلام. نعم. أيضا صبغة جديدة على الصحافة أستاذ أنور، وهي الصحافة الرقمية، باتت تزاحم الصحافة الورقية وأصبحت من التقنيات الحديثة ما بين عناصر القوى الإعلامية. إلى ماذا وصلنا أو إلى أي مدى وصلنا حتى اليوم في هذا المجال؟ أتحدث عن الصحافة الرقمية وأتحدث عن الصحافة بشكل عام من جانب، وأخبار الخليج من جانب خاص. هذه مشكلتنا، كل ما نذهب إلى أي مكان يسألون نفس السؤال. أقول، يمكن أقول أن الصحافة الرقمية هي قفزة سريعة جدا في محرم صاحبة الجلالة. نعم. فلا يمكن بأي حال من الأحوال فصلها عن بعض، فهما عضوان في جسم واحد. ولكن من المبكر جدا القول أن الصحافة الرقمية هي بديل عن الصحافة الورقية. أبدا، هي مكمل. لأن الصحافة الورقية صحافة الالتزام الوطني، والالتزام الوطني لا نستطيع حتى الآن أن نرى في الصحافة الرقمية، لأن الكل من هب ودب يستطيع أن يقول ما يريد. هناك حقيقة يجب أن نعي إليها، وهي إنما تنشره الصحافة الرقمية من أخبار أو معلومات تبقى محل شك إن لم يكن مصدرها معلوم وموثوق أيضا. أضف إلى ذلك فإن جزء كبير من هذه الأخبار والمعلومات تستقيها من مصادر الصحافة الورقية. صحيح. وبالتالي فإن الصحافة الورقية ستبقى حسب اعتقادي لفترة طويلة هي المصدر الأكثر ثقة ومصداقية. نعم. يعني بعيدا عن هذا الجانب، ولكن في نفس السياق، في السياق ذاته، هل من الممكن أن نشاهد صحافة رقمية تعتمد على سياسة التحقيقات بعيدا عن نشر الأخبار ومصادر الأخبار من الصحافة الورقية؟ احنا طبعا الآن نمر بمراحل جديدة. لو تأخذ الآن الويب سايت للصحف اليومية، قراء الجريدة، قراء أي جريدة اليوم غير محدودة ومحددة بالرقعة الجغرافية للوطن، بدليل إحنا عندنا الآن في أخبار خليج عدد قراء من خارج البحرين، من سواء يكونون من دول مجلس التعاون أو من خارج دول التعاون، يوم ورا يوم يزيد أكثر وأكثر. لماذا؟ لأن حتى الآن هناك شيء مهم يا أستاذ أن تعرف، حرية الصحافة من حرية المجتمع. إذا المجتمع حر الصحافة تصبح حرة، وإذا المجتمع منغلق الصحافة تكون منغلقة. فكل ما إحنا أصحاب الصحافة أصحاب القلم استطعنا أن نحصل أو نكسب على حرية أكثر، كلما نستطيع أن نصل إلى العالم بالصورة أسرع، بغض النظر أن نكون صحافة رقمية أو صحافة ورقية. المهم أن حرية الفكر هو أعلى درجة من نعم. ونحن أيضا نستغل هذه الفرصة لنجدد التهنئة بيوم الصحافة، هذا المشروع الإصلاحي الذي أرسى قواعده جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ضمن المشروع الإصلاحي. الأستاذ أنور عبد الرحمن، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار الخليج، كل الشكر والتقدير لك. قسم ووعد نصون ونحمي البلد، ملك وحكومة وشعب، أرض وجو وبحر، البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلا بعد جيل ينقل عهدا ورسالة
العمل بجهد وتصميم على أمن المواطن والمقيم. مشاهدينا، فريق الإعداد تواصل مع الكاتب الصحفي أسامة الماجد اللي حب أنه يوصل رسالة بمناسبة يوم الصحافة البحرينية. الماجد يا لولو أكد خلال تسجيل خاص لبرنامج مجتمع واعي على دور قيادة مملكة البحرين في دعم الصحفيين وضمان حرية التعبير لدى الجميع، ما أسهم في تعزيز دور الصحافة في المجتمع. خلونا نتابع معاكم شنو قال الكاتب الصحفي العزيز الأستاذ أسامة الماجد. الصحافة البحرينية لها مكان متميزة حقيقة على مر التاريخ، وحيث أسهمت سهما رئيسيا في عملية البناء والتطوير، وتعتبر القيادة شريك أساسي في عملية البناء والتنمية. ولعل أبرز وأهم مظاهر الاهتمام الرسمي بالصحافة البحرينية هي جائزة سيدي صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظ الله ورعاه للصحافة، حقيقة أن تتمثل محطة بارزة ومهمة للصحافة. وكذلك الاهتمام الشخصي من سموه حفظه الله بكتاب الري والأعمدة والالتقاء بهم بشكل دوري. الصحافة البحرينية تشهد ازدهارا كبيرا في أجواء متزايدة من الحرية والانفتاح بفضل رعاية لا محدودة من قيادتنا. وكذلك جسدت الصحافة البحرينية أروع المثل في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ على هويته ووحدته. حياكم الله من جديد. مراكز العزل والحجر في مملكة البحرين هي ميادين لبطولات كوادرنا الصحية، ميادين التضحية، ميادين الأخلاص في العمل والعطاء. أكيد، وزملائنا في فريق الإعداد والمراسلين الميدانيين ينتقلون من مركز لآخر عشان ينقلون لنا هذه الجهود. اليوم زميلنا يحيى العمري اللي أنا أقدم له كل التحية زار مركز جد حفص للعزل وأجرى بعض اللقاءات مع الكوادر الصحية هناك. خلنا نتابع معكم التقرير ونعود لكم مرة ثانية. فاحنا حاليا متواجدين في مركز جد حفص للولادة، احد اول مراكز اللي فتحتها وزارة الصحة والحملة الوطنية لمكافحة مرض الكورونا المستجد، كيكون مركز لعزل المرضى اللي تم فحصهم وظهرت نتيجة فحصهم على انهم ايجابيين وانهم حاملين لمرض الكورونا. القدرة الاستيعابية طبعا المركز جد حفص حاليا كانت اساسا في البداية حوالي 50 مريض، وزادت القدرة الاستيعابية الى حوالي 70 مريض على اساس ان نقدر نستقبل عدد اكبر واكثر للمرضى. من ناحية طريقة عمل في المركز جد حفص حاليا، المرضى طبعا يحولون الينا من مراكز الفحص المختلفة حوالي في مختلف المملكة، من المطار فرضا الى ارض المعارض او مركز البحرين الدولي للمعارض. فعدد الأطباء المتواجدين في المركز في الفترة الصباحية حوالي 15 إلى 18 طبيب، يتواجد منهم 3 الفترة المسائية بحيث أن يواصلون عملهم بعد انتهاء الفترة الصباحية إلى اليوم الثاني.
طبعا العمل مستمر 24 ساعة في طول فترات السنة. طبعا المركز بدأ عمله تقريبا في بداية شهر مارس، ومواصل الحين طبعا مع دخول شهر رمضان العمل ما يتوقف، سواء فترة الفطور أو فترة السحور. طبعا احنا حاليا فترة السحور، وحنا حوالي 8 مرات وهم محولين من مراكز الفحص المختلفة، انزين سوى لهم الإجراءات الوقائية حتى على الرغم من وجودهم وتواجدهم في فترة السحور. دورنا كممرضة في الجانب الإداري أني أستقبل الحالات المرضى من الجهات المعنية ونصنفهم في الأجنحة على حسب حالاتهم، على حسب احتياجاتهم، وأكون متواصلة مع الجهات المعنية بين كل فترة في الشفت مالي، أعطيهم أبديت عن المرضى. جاهزية طبية كبيرة، وكفاءات وطنية احترافية، وإجراءات أثبتت نجاعتها أمام العالم في الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين. لو تحدثنا عن الآلية اللي تم اتباعها في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا اللي يتم إصابهم إلى هذه المرحلة. نعم، أول ما نستلم المريض طبعاً يتم تقييم حالته من اللي هو مثل ما نقول العلامات الحيوية والأعراض اللي عنده، وطبعاً أول ما يتشخص المريض ويتم إدخاله إلى المركز يتم فحصه، وإحنا كتمريض مو بس مهنتنا أن نعالج المريض، طبعاً لازم نوفر له الدعم النفسي والمعنوي، لأن تعرف أن حالياً مع الإعلام المريض يبي أي معلومة أو أي شيء أنه يبين لنا حالته شنو، فاحنا دورنا كناس مؤهلين مثقفين لازم ان ننور المريض ونفهمه عن حالته وشنو الاشياء اللي لازم يتجنبها او ان الامور اللي لازم يتبعها حق انه هو يتجاوز هذه الازمه. طبعا فنحاول قد ما نقدر ان نلبي جميع احتياجاته نفس ما قلت لك. بالنسبه لبعض المرضى يكون عندهم الخوف بسبب الاخبار اللي يقرونها او المعلومات اللي توصل عن وسائل الواتساب، فهذه الامور جدا تاثر في نفسيه المريض. فدورنا كطاقم طبي ان ناكد على المريض ونحاول ان نطمنه قد ما نقدر عشان انه يكون مرتاح نفسيا في فتره وجوده في الحجر، لان وجودك في الحجر شيء مو سهل طبعا، انك بتكون بروحك معزول عن العالم الخارجي، الاوارم اللي تدش عليك طبعا ما تقدر تشوف وجوهها. احنا كتمريض دورنا مع المريض يكون انه بيد سايد، يعني يكون بالقرب من المريض، فقد ما نقدر نحاول ان نطمنه ونخليه انه يكون في حاله نفسيه مستقره عشان يتجاوز هالازمه. يعني يمكن زميلتنا لولو قبل أن نبتدي هذا التقرير شكرت زميلنا الإعلامي المميز دائما في تقارير يحيى العمري، وشكرت في بداية البرنامج أيضا كوادرنا وجيشنا الأبيض المتواجدين في الخطوط الأمامية. أنا متأكد أن لو بنذكر قصص من القصص اللي قاعد نشوفها خلال جائحة كورونا والمشاهد البطولية اللي قاعد يسطرها أبناء البحرين في مختلف المجالات، المجالات الصحية والطبية والإعلامية والإدارية وغيرها من المجالات، احنا ما بنوقف عن سرد القصص في برامجنا الاعلاميه. انا بس في كلمه بقولها، ان احنا ما راح نوفيكم حقكم. لو شنو نقول لو نقعد كل البرنامج بس نتكلم عن الدور المهم والحيوي اللي قاعدين تسوونه، عن المخاطر والصعوبات اللي قاعدين تواجهونها، احنا اكيد ما بنوفيكم حقكم. امس فواز حطوا دكتور متطوع، وقبلها شفنا الدكتوره اللي تصيح دموعها انزلت تقول انا ما اشوف عيالي، وامس دكتور يقول انا محرج من الوطن لأن يعني لأن ما في يوم خذ إجازة وهو متطوع.
فيقول أنا أحرج من الوطن، الوطن يستاهل نقدم له أكثر. صراحة هذه الصور اللي إحنا قاعدين نشوفها كل يوم معاكم تخلينا نحس بالمسؤولية أكثر. يعني حتى لما نتكلم عن المؤتمرات الصحفية، على ذكر الطبيب المقدم طبيب مناف القحطاني والدكتورة جميلة السلمان وغيرهم من أبطال البحرين المتواجدين، أنا حسب اللي سمعته وحسب اللي شفته بعيني من الساعة 6 صباحا يقومون بإجراء فحوصات طبية ومرور على كافة مراكز الحجر في البحرين، مو في مركز ولا مركزين، في أكثر من مركز حجر في البحرين، وبعد ذلك يتهيئون لإعداد المؤتمر الصحفي، بعد ذلك يواصلون عملهم لفترات متأخرة من صباح اليوم التالي، وبعدها مباشرة ثاني يوم من الساعة 6 الصبح يقومون بهذه الجولات. فهذه جزء لا يتجزأ من شعب البحرين، يعبر من خلاله عن مدى حبه وولاء للقيادة الحكيمة الله يحفظها، وللوطن، للبحرين، هذه الجزيرة اللي تعني لنا الكثير كبحرينيين. عموما لو بنتكلم عن المواقف، فالكثير من المواقف اللي تمر على أطبائنا في مراكز الفحص، وأيضا اختلاط المشاعر يولد لهم شيء مهم وهو الجد والمثابرة لأجل القضاء على فيروس كورونا. الدكتورة منى التحو كانت متواجدة في مركز الفحص الواقع في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وهي أيضا تعمل لأجل الوطن والمواطنين والمقيمين. أكيد، والزميلة شوق العثمان اللي بعد نوجه لها كل الشكر لأنها كل يوم بعد تقوم بنفس ذي الدور الخطر وتتواجد في وسطهم. زارت الدكتورة منى وهي على رأس العمل ونقلت لنا مشاعرها والمصاعب والمواقف اللي تواجهها أثناء تأديتها للواجب. خلنا نتابع معاكم هذا التقرير. مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات استضاف لمدى سنين طويلة العديد من المعارض والمؤتمرات، ولكن اليوم يستضيف أبطال البحرين الأطباء والممرضين والمتطوعين للقضاء على فيروس كورونا والعمل ضمن فريق البحرين. أنا أم لثلاث أولاد، ثلاثتهم مراهقين يحتاجون أن يكون أمهم وأبوهم على رأسهم طول الوقت، بس هاي واجب الواجب اللي حتم علي ضميري، إحساسي بالمسؤولية. الحمد لله رب العالمين ولهم مني كل الشكر صراحة. أولادي يعني حابة بالفعل أني أشكرهم. الأمومة لدى الدكتورة منى كانت الحافز للعمل والحد من انتشار الفيروس لأجل الوطن والعائلات المتواجدة عليه. تضافر حلو وجميل أن أنت تشوفين شلون الناس قاعدين يعملون وبتناغم شديد، تعاون شديد جدا على أساس أن احنا نحصر المرض، نمنع التفشي، نحمي البلد وأهلها. الخبرات مطلوبة في أي عمل، ولكن في مركز الفحص يحتاج الأطباء للعديد منها للتعامل بشكل فردي ومختلف مع كل مريض يكون متواجد عندهم. ورد علينا أشياء غريبة يمكن ما كنت أتوقعها، مثلا يجونا ريال ومع ذلك يخافون من الفحص ويقولون ان لا بس خلاص بطلع وما ابي افحص. شفنا ايش كثر مثلا نسوان صبورات ويتحملون الفحص رغم انه هو سهل وبسيط، يعني هو مو بصعب او انه مؤلم ابدا. شفنا مثلا شلون في اطفال متعاونين وشلون في اطفال لا ما يقدرون يتعاونون. فهاي كلها بالفعل اعطاني خبره ان انا اقدر ان انا اتعامل مع مختلف الفئات وحاول ان انا اكسبهم واكسب ثقتهم. الاجراءات الاحترازيه والوقائيه متواجده وباستمرار في مركز الفحص في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات حتى خلال وجبه الافطار. احنا كاطباء متعودين ان احنا نداوم 24 ساعه وناكل فطورنا مثلا اثناء العمل وغيره، بس كنا حزه الفطور نتيمع، كل واحد جايب طبق ونتيمع ونقعد مع بعض علشان ناكل. السنه لا ما نقدر نتيمع، احنا موجودين الى حزه الفطور بس كل واحد ياكل بروحه، لان التعليمات السلامه يجب ان تطبق ما بين الموظفين. بعد دعوات الناس توصلنا وهذه تهيئ لي مهم جدا، هذه اللي قاعد يحسسنا بطيبتها للبحرين اللي احنا معتادينها في رمضان. الاحساس بالمسؤوليه كانت هي الرساله الاكثر طلبا للانتشار لانها تخدم الفرد والطاقم الطبي. مو بلازم ان احد من اهلك او اصدقائك او زملائك في العمل يكون مصاب علشان تحس بالمسؤوليه. حسوا بالمسؤوليه تجاه وطنكم، اهلكم، اخوانكم، جيرانكم، زملائكم في العمل. في
في كل سنة تعودنا في شهر رمضان على الكثير من العادات، ومنها أكيد القرقعون وفرحة الأطفال وأهازيجهم وأيضاً فرتهم في الفريج، لأن هذه الظروف الاستثنائية هالسنة حتمت على الجميع الالتزام بالجلوس في البيت والابتعاد عن الكثير من العادات اللي تعودنا عليها. بالتأكيد وزارة شؤون الشباب والرياضة يا لولو حبت تشارك هالفرحة مع الأطفال، ولكن بطريقة مغايرة ومبتكرة بإحياء القرقعون عن طريق بست السعادة. اللي ما يعرف شنو بست السعادة، البست هو الباص في اسم القديم والتراثي والشعبي. بست السعادة افتر على محافظات المملكة ووزع القرقعون على البيوت. زميلنا العزيز طلال نايف رافق المنظمين وعدلنا تقرير عن بست السعادة. خلينا نشوف البست وراجعين لكم. لزرع الابتسامة وبث السعادة في نفوس هؤلاء الأهالي والأطفال، وزارة شؤون الشباب والرياضة تقوم بالتجول في جميع مناطق مملكة البحرين وتوزع القرقعون على الأهالي والأطفال، وذلك تماشياً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا. لتعزيز الهوية الوطنية وحفاظاً على التراث والموروث الشعبي، جهزت وزارة شؤون الشباب والرياضة حافلة مكشوفة مجهزة بكافة التجهيزات ومعباة بالمكسرات المغلفة لتوزع على الأطفال والأهالي في كافة مناطق مملكة البحرين، بهدف توصيل القرقعون على البيوت والمناطق والاحتفال بليلة القرقعون. هو الهدف منها ان احنا نتساعد مع الكوادر الطبية اللي موجودة في البحرين هنا عندنا، والتوجيهات اللي قاعدين بالتباعد الاجتماعي، خلكم في البيت يا جماعة. والقرقعون هي عادة عندنا قديمة في البحرين، فهالسنة احنا نقول حق الناس خلكم في البيت، احنا بنيكم لي عندكم، بنوصل لكم وقرقعونكم علينا. اليوم بنبتدي في الشمالية والجنوبية، وفي الشمالية بنغطي الجاسرة والبديع، بنروح عالي ومدينة حمد، في الجنوبية بنروح الزلاق والرفاعين وسند ومدينة عيسى إن شاء الله، وباكر عندنا العاصمة محرق. طبعا في تعاون احنا بيننا وبين وزارة الداخلية مع المحافظات المملكة البحرين، يوفرون لنا شرطة المجتمع، يوفرون لنا المرور عشان يسهلون عملية سير الباست في داخل مناطق وفرجان والمحافظات مملكة البحرين. الكمية تقريبا 5000 هدية عندنا، 5000 هدية راح توزع على كل مناطق البحرين، على كل منطقة، على كل محافظة تقريبا راح يكون 1200 1300 قرقعون راح نوزع على الأطفال والأسر يعني اللي راح نشوفها إن شاء الله. هذا الموروث الشعبي لم تقفل عنه المملكة حتى في ظل أزمة فيروس كورونا، فقد عم الفرح والسرور ودخلت الابتسامة في جميع من يقف ويمر أمام بست السعادة. وزارة شؤون الشباب والرياضة تعاونت مع وزارة الصحة من خلال فحص جميع المشاركين في الفعالية والتأكد من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس كورونا، بالإضافة إلى وزارة الداخلية من أجل تنظيم عملية سير الحافلة في مختلف المحافظات وتنظيم عملية التوزيع وتحقيق التباعد الاجتماعي. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. البحرين تحركت بشكل مبكر وقبل اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا، واتخذت عدة إجراءات احترازية. طبعا هالشيء انعكس بشكل إيجابي على وسائل الإعلام المختلفة، حيث توفرت المعلومات الدقيقة بكل شفافية أمام كل أفراد شعب البحرين من مواطنين ومقيمين. طبعا هالأمر بالتأكيد ساهم في رفع حجم الثقة بالأداء الرسمي للتعامل مع هذه الجائحة. صحيح يا فواز، والشفافية اللي تعاملت فيها وسائل الإعلام المحلية مع كل التفاصيل المتعلقة بتطورات الأحداث الخاصة بكورونا ساهمت بكل تأكيد في تشكيل رأي عام واعي ومتعاون ومتفهم لكل الإجراءات اللي يتم اتخاذها من الجهات المعنية. بالضبط، كلنا فريق البحرين، كلنا جنود الوطن، من أطباء، من علماء، من متطوعين ومن إعلاميين، كلنا همنا الأول والأخير هو سلامة البحرين ودعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. أكيد هذا هو هدفنا الأول والأخير. صحيح. وصلنا معاكم لنهاية حلقة اليوم، نلاقيكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. فمان الله، مع السلامة.